السلام عليكم. دخلت كده عن أغرب السجون في العالم كله. قبل كده اتكلمنا عن حالة الإعدام وأكتر الحاجات اللي بتطلب قبل حكم الإعدام. دخلت على شوية الحاجات اللي هي بتاعت السجون. طبعا احنا في تصويرنا في عيون الشعب دخلنا سجون كتيرة جدا، منيا، أسيوط، الفيوم، حتى لومنطرة. حتى واحنا اعلاميين واحنا داخلين التليفونات بتتاخد، بنشوف الوضع شكله ايه، بتتحط في الامانات، بعد كده بنخش جوه بيبقى في تفتيش ذاتي، بنشوف بعد كده الزياره وهي داخله. سجلنا مع ناس كتيره قوي جوه، كانت قضايا كتيره في برنامج عيون الشعب وسجلنا فيها. لكن سجن، محدش بقى يقول لا ده فيه ومش فيه، حتى مهما كان سجن، مروحه، في قاعده حمام، في ميه، سجن سجن. لما نروح لمكان تاني في بلد اسمها بوليفيا، سجن سان بيدرو. سجن سان بيدرو ده بيتحمل 1500 سجين. أول ما تدخل من البوابة بتاعته سان بيدرو تلاقي فيه محلات، وتلاقي فيه ناس بتبيع خضار، وتلاقي فيه كافيتريات وكافيهات، وتلاقي فيه مطاعم، وتلاقي حاجات زي كده كتير. تلاقي فيه حلاقين، تلاقي فيه كمان فندق موجود جوه السجن اسمه سان بيدرو، افتكروه حلو قوي، اللي عايز يخش عليه يتفرج عليه. تلاقي الزنزانة الواحدة بتتكلف للنزيل، ما هو نزيل بقى، مش راجل مسجون، من 1000 ل 1500 حاجة اسمها بوليفيارو، اللي هو الفلوس بتاعتهم في بوليفيا. جوه الناس بتشتغل، يعني انا مسجون وده مسجون، ان انا واحد غني قاعد في مكان كويس، او ان انا شاري المحل ده جوه السجن، فانت بتشتغل لي وبتقبض مني في الاخر. خلي بالكم بيتقابلوا مع ازواجهم، مع زوجاتهم واولادهم، بيجوا بيقضوا عندهم الوقت كله، ولكن انت بتشتري وبتدفع ثمن قعدتك توتو على كبوته. سجن تاني اسمه كريستي في روسيا. السجن ده بيتسع ل 3000 شخص. كان كل واحد اخد 4 متر في 4 متر بقعدة حمام لوحده، منفصلة، أوضة لوحده. لكن السجن بعد الحاجات الكتيرة اللي بتحصل في روسيا بياخد 10000 زبون من الزباين دي، سجين يعني. الاستحمام فيه بيبقى يوم واحد في الأسبوع، والنوم فيه بيبقى بوقت معين، واللي يدفع أكتر ينام أكتر علشان الناس الكتير اللي هي نايمة فوق بعضها. سجن بيستوعب 3000 في 10000 واحد، والنوم هنا بالتبادل. ده كان سجن كريستي. أصغر سجن في العالم شفته سجن في جزيرة اسمها جزيرة سارك، وهو اسمه سجن سارك. السجن ده ما بي يعني آخره 2، بني سنة 1856. تتفرجوا كده عليه تحس انه من الاكواخ القديمة قوي، زي الحاجات اللي هي الحروب الاغريقية والحاجات دي. سجن رهيب، شكله غريب قوي. 2. سجن تاني في الولايات المتحدة الامريكية، اي دي اكس كولورادو. السجن اللي اتعمل سنة 1974، مشهور بالتعذيبات الغير الانسانية في السجن ده. السجن مساحته كبيرة، ولكن فيه 400 سجين أو 400 سجين. السجن ده يعتبر الأأمن في العالم، معروف كده. تخش الأوضة فيه تلاقي السرير بتاعه أسمنت، عليه مرتبة صغيرة، وعليه المية بتاعته والحمام بتاع السجين. محدش بيتواصل مع أي حد في السجن ده نهائيا. الأغرب فيه إن هو القوة بتاعته أو الشهرة بتاعته في القوة بتاعته. سجن تاني في النرويج، سجن اسمه باستروي. ده أول سجن في العالم بالطاقة الشمسية، والأفضل في العالم زي ما بيقولوا في سجن باستروي في النرويج. ركوب خيل، تنس، والله مليطة، ركوب خيل، تنس، سباحة في البحر اللي هو قدام الفندق، السجن يعني، حاجة فظيعة. اسمه سجن باستروي في كندا، في النرويج، آسف. سجن أرانخويز ده سجن أسباني،
ده أول سجن عائلي في العالم، يعني حضرتك بتخش السجن بتاعك وبتدخل معاك مراتك وبتدخل معاك ولادك وممكن تدخل معاك عشيرتك أو رفيقتك أو أيا كان، وتعيشوا وتقضوا الليلة وتقضوا زي ما أنتوا عاوزين. سجن فندق 5 نجوم، مش عارف، مش متخيل والله، بس أنا دخلت واتفرجت على الحاجات دي. سجن تاني اسمه سان أنطونيو في فنزويلا. هنا بقى مفيش قواعد السجن بيكون حاططها ولا أي حاجة زي كده. لا لا عفوا، احنا بنعتذر لكم، ده هو السجين بيخش بيقول القاعدة بتاعتي أنا بحب أمشي على قواعد 1 2 3، الحرية بتاعتي بتبقى 1 2 3، حفلات مرجوانة، شرب خمور عادي جدا، استقبال نزلة عادي جدا جدا جدا، اعمل كل حاجة أنت عايزها جوه السجن، كل حاجة، حمامات، كل حاجة أنت عايزها أعملها، ولكن حاجة واحدة ما تعملهاش، لو طلعت بره المكان ده أو بره السور ده هتتضرب بالقناصة بتاعتنا اللي هم متواجدين في كل مكان. من السجون برضو اللي هي يعني عجبتني في التفكير بتاعهم سجن اسمه سي يو في الفلبين. سي يو في الفلبين ده يوميا بيعملوا فيه زي ما احنا عندنا في الاماكن اللي هي المدارس والحاجات دي بيبقى فيه وقفات عسكريه وحاجات. المهم هم بيرقصوا يوميا حاجه اسمها رقصه الهيب هوب. اول ما تصحى الصبح ترقص رقصه الهيب هوب، كلهم متجمعين مع بعض اكتر من 1500 واحد بيرقصوا الرقصات دي كلها. لا كمان انت هنا بيبقى فيه اعاده تاهيل السجين، بمعنى ان انت ممكن من بره بتيجي بتاخد لقطات صور تذكاريه مع المساجين اللي هم جوه، اللي هم قتله مغتصبين كل حاجه في الدنيا مليطة، وبتدفع فلوس نظير التصوير بتاع الحاجة دي، وعاملين قناة على اليوتيوب وهيشهروها وحاجة كده جامدة قوي. فندق تاني في استراليا اسمه اليوبين، تمام، ده تخش عليه على السايت بتاعه او تخش عليه تلاقيه فندق 5 نجوم. يعني انا مش عارف، انا متهيألي الناس دي بتحجز برضو الغرف دي بتحجزها من قبل ما تعمل الجريمة وبعد كده تخش. في سجن تاني، السجن ده سمعت ان هو عاملينه مطعم، هو انا مش عارف الاسم بتاعه بالظبط ايه بصراحة، بس هو السجن ده فورتي ساميسا حاجة مش فاكر اسمه، هو سجن في ايطاليا اسمه فورتي حاجة. السجن ده اتعمل سنة 1974. الاغرب فيه ان انت لازم تحجز للسجن ده كنزيل كجست اللي انا داخل عندك، علشان هم بيعملوا الاكل والمطبخ الايطالي بتاعهم في السجن ده معروف جدا، بيجوا ناس من مستوى العالم كله، وبتيجي بتحجز الاول من بره، انا مش عارف احجز من فين والله، بتحجز الاول وبعد كده بتطلب المنيو بتاعك، تمام، وبتخش النزلة نفسهم اللي هم المساجين هم اللي بيقدموا لك الطلبات وهم اللي بيعملوا لك الحاجات كلها، ولازم تحجز من قبله بفتره طويله جدا. ده سجن في ايطاليا فورتي حاجه، بس انا مش فاكر ايه بالظبط. اتفرجنا اهو، ادخلوا بقى اتفرجوا انتوا على سان بيدرو، اتفرجوا على كريستي اللي هو في روسيا، اتفرجوا على سارك اللي هو في جزيرة سارك، اتفرجوا على اي دي اكس كولورادو اللي هو في امريكا، اللي اتفرجوا على باستروي اللي هو في النرويج، اتفرجوا على السجون دي كلها وقولوا لي ايه رايكم. والله 5 نجوم، يعني هناك فعلا انت تروح تقتل وتروح تغتصب وتروح تعمل كل حاجه انت عاوزها في الدنيا، وتدخل مكان 5 نجوم وتتعامل معامله 5 نجوم. والله ده يعني احنا ممكن الناس اللي هنا يروحوا هناك يعيشوا في فندق، يعني 5 نجوم، فندق 5 نجوم. الاماكن اللي هناك سباحه وعوم وسباحه وتنس وركوب خيل، ده احنا ما بنعملهاش في النوادي اللي هي عندنا الكبيره قوي، او النوادي اللي هي بتدفع لها 100,000 و200,000 جنيه في الاشتراك بتاعها و500,000 جنيه كمان علشان تخش في النوادي دي، ما فيهاش، في اماكن منهم ما فيهاش فروسيه مثلا. هناك عندهم في السجون لا فروسيه والدنيا كلها مليطه وزي الفل. هناك يعني تاخد الناس من هنا اهو، يعني انا مش عارف لو ودينا لهم ريشه ودينا لهم برشامه وكحه ولحه والحاجات دي كلها، الناس اللي عندنا هيروحوا يعملوا هناك ايه؟ يعني هناك هيروحوا هناك ده منتجع هيروحوا لو راحوا للاماكن اللي هناك، يروح يقتل الناس دي كلها، يقتل والله ده احنا ننفيهم. يلا ادي السجون اللي هناك، وادي العيشه اللي هناك، وادي الليله اللي هناك، يعني انت حقك تقتل وتعمل وتسوي كل حاجه. لا تعالوا عندنا هنا، لو دخلوا السجن اسبوع واحد والله العظيم يطلعوا يقولوا ان الله حق. لو دخلوا السجون بتاعتنا في مصر مش عشان وحشه، لا عشان سجن رجاله، هتخش راجل هتطلع راجل. السلام عليكم.